اجمل ذكريات اللي هي البطوله، يعني ان من اول يوم واحنا حطينا رجلينا في غانا كوماسي واحنا كابتن حسن بيقول احنا جايين ناخد البطوله، رغم يعني قوه المنتخبات اللي كانت موجوده، بس كان عندنا حلم، والحلم كل يوم بيكبر، والحلم كل يوم بيعيش بينا. بطوله مجمعه، قعدنا فتره طويله جدا كلاعبين، قعدنا مع بعض معسكر هنا وكان معسكر في البرتغال، ووجودنا بعد كده البطوله خلاص كان وقت انطلاقها خلاص، ف يعني زي ما بيقولوا كده خلاص احنا دخلنا يعني مفترق الطرق خلاص، ومش قدامنا حل اللي احنا لازم نقاتل على كل مباراه واحنا حامل اللقب. 2006 تقريبا كان كوت ديفوار وغينيا كسبوهم 5 حاجه زي كده، مباراه كبيره جدا، فاحنا قلنا احنا الناس دي اخذت 5 في الوقت ده، يعني طب احنا هنعمل ايه بكره؟ هنعمل ايه معاهم المباراه اللي جايه؟ فكسبناهم 4، كسبنا كوت ديفوار 4. احنا منتخب قوي وكنا بنمتلك لاعبين كبار، وفعلا بجد المنتخب المصري هيفضل يعني قوي ان شاء الله الفتره اللي جايه. كمان قبل كل حاجه هو مهتم بالتفاصيل، يعني ايه التفاصيل؟ ان هو مش هو حارس منتخب مصر فهيلعب، انه مش هيتمرن كويس، لا هو بيتمرن افضل، ان التمرينه دي هيتمرن عشان انا هلعب بكره فاوريدي، لا الحضري بيهتم بادق التفاصيل في حياته وفي شغله، عنده دافع كبير جدا في تمرينه. انا شايف نفسي شخصيتي انا كمحمد صبحي كبير جدا للحضري في دوافعه واصراره في حبه للتمرين، بيحب شغله جدا، بيحب بلده جدا، حابب ان بيحب البطولات، ما بيحبش يخسر، دي دوافع كبيره جدا في عصام الحضري، انا شايفها طقوسه هي كده، يعني طقوسه هو حبه لشغله، طقوسه هو اصراره في تمرينه، وجوده دايما اللي هو الحارس الاوحد والحارس اللي هو رقم واحد، رغم ان احنا كلنا يعني عندنا ثقه في انفسنا واللي احنا نشارك، بس كلنا كان عندنا من الحب والانسانيه لبعض، كلنا كلاعبين سواء كحراس، كنت انا ومنصف والحضري، كلنا علاقتنا كانت الحمد لله فيها حب اولا، وكابتن احمد سليمان المدرب حراس المرمى، كل واحد وشخصيته. يعني انا دي ما بتزعلنيش على فكره، يعني انا شخصيا ما بتزعلنيش، رغم ان انا مختلف شويه يعني ما عن عصام في النقطه دي، انا بحاول حتى لو الانسان او الحارس اللي معايا في شيء من في تنافر من كده، انت بالعكس انت لازم تتعامل تمد ايدك ليش؟ ثانيا عشان نفسك، يعني عشان تعرف انت تتمرن كويس، وثانيا عشان انت ما تحسسش نفسيا بشخصيتك انك عندك مشاكل او في مشكله بينك وبين زميلك او بينك وبين، ما تحطش ضغوطات كبيره جدا عليك في تمرينك او في المباراه، يعني لا هو كان بينظر لها اللي هو راجل بيحب شغله دايما صارم، من وجهه نظره هو ده طريقته، انا كانت علاقتي بيه الحمد لله طيبه، ويعني ما حصلش مشاكل بيني وبين الحضري في يوم من الايام، لانه كابتني وواحد من الحراس والاساطير في كره القدم. يعني كنت اتمنى، مش بزعل مش باللفظ ده، كنت بتمنى ان انا اشارك، رغم كده ان انا كنت بفضل اول واحد بكون بسخن، بعمل اللي هي التحضيرات اللي هي المؤهله واللي بتسبق المباراه، واللي انا باخد تسخيني كامل جدا سواء مع اللاعبين وتدريب حراس المرمى والكلام ده، على امل اللي انا اوريدي اللي انا ممكن في اي فرصه اللي انا ممكن ابقى موجود، هي الكوره كده. يعني كان عندي امل ان الحارس الثالث هو الاول، ودي حصل تقريبا في كاس عالم مع حارس باراجواي حاجه زي كده، مش متذكر انه كان هو حارس ثالث ولعب، وكان اخذ من افضل اللاعبين في كاس العالم، كنا بنلعب كوت ديفوار او ما اعرفش، مش كوت ديفوار، منتخب افريقي تقريبا، كان مباراه وديه وكان من المتعارف اللي فيه 5 تغيير، فالمفترض ان عبد الواحد السيد لعب الشوط الاولاني وانا هلعب الشوط الثاني، فعبد الواحد السيد فضل اللي هو يخرج من الملعب، ما يخرجش بين الشوطين، يعني باخد بالك اللي انا اقصده، ان هو يبدا الشوط الاولاني ومع انطلاق الشوط الثاني اللي هو يخرج التبديل، فا اوكي، فمع يعني حصل تغيير في بدايه الشوط الثاني على طول، وانا اوريدي انا كنت مسخن وعامل تجهيزاتي اللي انا هبدا خلاص، وعملوا التغييرات كلها ونسوا يغيروني،
فكابتن حسن راجع بعد ما غيره واللعيبه نزلت، فلقاني واقف مستني عشان هنزل. فكاب سمير عدلي قال له خلاص احنا غيرنا، قال لي صبحي انا اسف يعني ما احنا نزلنا التغيير. قلت له لا، الفريق انجولا لسه فاضل لهم تغيير، انا ممكن انزل معاهم. فقعد يضحك الكابتن حسن وقعد يعتذر لي، ودي من مواقف طبعا هو كان اب وكانت علاقته طيبه جدا بكل اللعيبه. يعني اي موقف سلبي بيطلع او اي كلام سلبي او مش وطريقه مش كويسه بتتقال على لاعبين محترمه، لعيبه كانت كلها بتقوم تصلي، ولعيبه علاقتها كويسه ببعض وعلاقتها بربنا طيبه، وعلاقتنا اللي احنا ببعض ما شفناش حاجه خارجه خالص طول المعسكر، عشان تعرضنا لهزيمه وموقف ده اكيد الناس بتصدر المشاكل للمنتخب مصر. لا بالعكس طبعا، علاقتنا كلنا متواجدين وكلنا بنبقى قاعدين في دور واحد او في مكان معايشه واحده، وكلنا بناكل في مكان واحد وكلنا بنقعد في مكان واحد وبنصلي فيه، غرفنا وطريقتنا وعلاقتنا ببعض كلنا في غرف بعض. لا 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 طبعا، شيء من عدم الصحه طبعا، واحترامي لاي حد. يعني ما الواحد حزين جدا اللي يتقال كده على لعيبه كبار ولعيبه محترمه لعيبه المنتخب.